البلد كلها اتقلبت عشانك. يعني ايه؟ ما كنتش عارفة انك مهمة كده عند عمك ولاد عمك. لا، انا طول عمري اهم واحدة في العيلة. حتى ابويا الله يرحمه لما كان عايش كان بيحبني انا اكتر واحدة في اخواتي. ذكية، نعمة من عند ربنا وحلوة. الحلاوة حلاوة الروح. لا كلام. ايوه كلام. بتقولوا الحريم العفشة عشان تصبر بيه نفسها، انما الراجل يحب المرة اللي على الفرازة المتقسمة اللي عقلها يوزن بلد. غريبة، مع اني كنت فاكرة ان الرجالة ما بتحبش الست اللي بتفهم. ما ده برضو من ضمن الهبل اللي الستات عايشة بيه، عشان الراجل يحب المرة اللي تفهم وتقدر، اللي توقف وراه وتخلي كل الناس تقول عليه سيد الرجال. برافو، شكلك عندك خبرة كويسة قوي في الرجالة. طبعا، ما هي تتجوز مرة ويكون جوازها بايظ، لما تتجوز مرة تانية تفهم وتقدر، وخصوصي إذا كان الراجل راجل صح. عايزة إيه؟ بقولك إيه؟ أنا ماليش في اللف والدوران وما بحبوش يا فريدة. ابعدي عن مروان يا زينب. إيه ده؟ كده خبط لزق كده؟ خبط لزق، لزق خبط، ابعدي عن جوزي. وانا مالي بجوزك؟ وانا جيت جنبه ولا جنب بيتك؟ مش هنلف وندوره على بعض. هاتي اخرك معايا، عشان انا اللي يوقف قدامي بدوسه. يا ريت، ماليش اخر، ما كنتش عايزه عنك ابدا. وانا بقى اللي يمشي ورايا يتعب كده ويشحر قوي زي ما بيقولوا. يا فريده،